وقال عليه الصلاة والسلام: أبغض الحلال إلى الله الطريق الطلاق، مع أن الله أباحه ولكنه ممقوت عند الله ومبغض ومبغوض. فهذا إذا استوفى شروطه، أما إذا لم يستوفي شروطه، طلق ظلما أو حماقة أو لم يطلق على حسب المنهاج الإلهي السماوي الرباني، فطلاقه خروج عن التخطيط الإسلامي القرآني. ومعظم الطلاق، إذا ما قلت كله، في الرجال مخالف للمنهاج الإسلامي. لما الزوج يطلق، لو سألناه ما هي شروط الطلاق الإسلامي لا يعرف شيئا. وإذا سألت الحمار، مع أن الحمار ما بيطلق والغراب لا يطلق والحمام والديك بالعكس، الديك فانكحوا ما طاب لكم، الديك ماشي على تزوجوا ولا تطلقوا، فإن أبغض الحلال إلى الله الطلاق.